السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي. اللي عارفكم كل يوم ومصدعكم كل يوم، بس بفرجكم على مناظر حلوة كده وفي بتاع بقى. المهم احنا اتكلمنا في انا عايز اتجوز قبل كده عن يعني الثقافة الفلبينية وازاي تتعامل مع الثقافة الفلبينية، وما نصحتش وبعدها تاني وبقولها للمرة 148. انا مش عارف كم فيديو دلوقتي انا عامل 148. ما تتجوزش فلبينية الا لما تكون انت مستعد لثقافة الفلبين، ثقافة اوروبية، عشان بس الناس ما تتكلمش الثقافة هنا ثقافة اوروبية منفتحة جدا، والدولة شبه علمانية لانها تتبع يعني ايه في ثقافتها لامريكا وبعض الدول الاوروبية، لكن هي دولة كاثوليكية ومسيحية، ويعني يعني ثقافتها مختلفة تماما عن ثقافتنا احنا كعرب. فاللي عايز يتجوز من فلبين لازم يكون عنده قابلية لتقبل الاخر قلبا وقالبا، وما شجعش اي حد يتجوز من فلبينية او اجنبية عامة الا لما يكون متقبل او عنده وجهة يعني اسلوب تقبل الاختلاف عن الشخص الاخر ويعرف يتفاهم. دي حاجة. بعد كده اتكلمنا عن تقبل الاهل، وطبعا الحوار دوت يمكن يعني الناس كلمتني كتير قالوا لي انت جاي على الجرح بالظبط، يعني انت جاي بالظبط. ابويا كان رافض مراتي، امي كانت رافضة مراتي، اهلي مش عارف عملوا فيا ايه بتاع الكلام دوت. وبعد كده بيحصل يعني الحمد لله، يعني عشان الفلبينيه مش شريره، يعني مش مركبه اللي بتاع كده ومسكها لك حربه وعامله لك حاجات غريبه، لا هي الفلبينيه غلبانه. فنخش بقى في الموضوع اللي هو ايه، انت تختار شريكه الحياه. خلاص انت كده دخلت في الموضوع وعايز بقى ايه تخش تتجوز وعايز يعني تختار شريكه الحياه. هتختارها ازاي؟ في 500 طريقة في اختيار زوجة الحياة او زوجة المستقبل او شريكة الحياة بتاعتك لو كانت فلبينية. ففي ناس بيكونوا مثلا موجودين في دول الخليج او اللي موجودين مثلا في مصر بيتعامل مع فلبينيين حسب الفلبينيين اللي موجودين، او في اوروبا او 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 لان في ناس بتتابعني من امريكا ومن اوروبا، فممكن بقى يعني تتعامل معهم دايركت، كنت تعامل معاك مباشر معاهم. وفي منهم في ناس بتتعامل ده برضو اللي بيكون بالنسبه اللي شغالين في الخليج، في ناس منهم بتتعامل من عن طريق الفيسبوك والشات، يعني يخش. هنقول طبعا مميزات وعيوب كل حاجه فيهم. طبعا ناس بتخش بالفيسبوك والشات وبتاعه مش عارف ايه وعامله ايه والكلام ده، وفي ناس بتتعامل ودي هحذر منها تمام، بتتعامل مع طائفه العمالة المنزلية في دول الخليج. فعندك يا إما الطريقة الرابعة واللي هو بيجي بقى بيكون جاي عايز يتجوز على طول، يعني اللي هو أنا جاي أنا عايز أتجوز تمام، شوفوا لي حد يجوزه يعني كده. فدي بتحصل عليها برضو مشاكل كتير. أولا اللي بيكون الناس اللي شغالين بالعلاقات المباشرة تمام، بيكونوا هم أفضل ناس، لأن هو بيكون دايركت معاها، مباشر معاها، بيتكلم معاها، بيعرف طباعها، خجولة مش خجولة، بتتكلم ازاي بتاع الكلام دوت. والغالبية من اللي بيكونوا شغالين مثلا بيكونوا في مطاعم، بيكونوا في مؤسسات، في شركات، بتكون صريحة قوي لأنها مش مكسوفة من أي شيء، يعني هي مش هتكسف من أي شيء، الموضوع بالنسبة لها عادي، وهتتكلم مع أي حد وهتتناقش أنا متجوزة، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، لا أنا مش متجوزة، أنا سنجل مدر، أنا سيبريتد ديفورسد، حتى تتكلم معاك بكل أريحية يعني. ودول أغلبيتهم بيكونوا يعني صريحين. بس زي ما نصحت قبل كده، حاول ان انت تنقي الست اللي انت هتتجوزها من الفلبين، تنقيها حسب المنطقة اللي انت هتكون فيها. فهتكون اللي انت بتختارها حسب المنطقة اللي انت بتكون فيها واللي انت هتكون يعني هتقعد فيها. فطبعا زي ما قلت انا قبل كده، اختيار الموجودين في مانيلا ده بيكون شيء تاني خالص، لان اختيار الموجودين في مانيلا بتكون حرة زيادة عن اللزوم، فكرها منفتح زيادة عن اللزوم، ممكن يكون لها اصدقاء ومعاها زوج وعادي، مفيش مشكلة، مفيش ادنى مشكلة. ولو اختلفت عن الثقافة دي ممكن انت تكون مكروه. ففي منهم طوائف تمام لازم
تتوخى الحذر، ولازم تشوف الفيديوهات اللي قبل كده. انا بتكلم على الناس اللي موجودين مثلا، اللي موجودين في زابوانجا، اللي موجودين في دافاو، اللي موجودين في مانيلا، اللي موجودين في دوماجيتي، اللي موجودين في نيجروس. كل منطقه ليها طباع مخصصه، ويعني الدايره مقفوله عليهم تمام، طبعا بسبب ان هي جزر يعني المسافات بعيده، فهو ليهم ثقافه، كل منطقه ليها ثقافه لوحدها. فلازم تعرف قبل ما تتجوز ثقافه الشخص او ثقافه البنت اللي انت هتتجوزها من انهي بلد، وتسمع للفيديو ويمكن يفيدك بمشيئه الله. فده بعد كده، بعد لما بتعرف شريكه الحياه اللي هي من عن طريق المقابله مباشر تمام. طبعا هشرح بعد كده في الفيديو الجاي ان شاء الله ازاي تعرف بقى يعني ايه حقوقك وواجباتك عليها يعني تمام قبل ما تتجوز. فالمهم في ناس بتاخد الموضوع من عن طريق ان هو بيكون علاقات مباشره في الشغل، في العمل، في اي حاجه تمام، متعرف عليها من عن طريق مثلا عيد ميلاد مع واحد من اصدقاء الكلام دوت. المهم ان هي خارج الموضوع ان هي تكون عند كفيل، يعني هي مش موجوده عند كفيل في بيته، ودي يعني أأمن وأسلم شيء، ما بيحصلش فيه مشاكل. وساعات بيكونوا موجودين مثلا بتكون موقعة ان هي ما تتجوزش، يعني في بنات اللي بيكونوا موجودين في قطر، في السعودية، بيكونوا موقعين على عقود من هنا ان هي ما تتجوزش لو هي يعني سنجل مادر، او ان هي ما مش متجوزة خالص، او سنجل خالص، ما تتجوزش في دول الخليج، وبتكون موقعة على كده. ولما مجرد ما انت تتكلم معاها وخلاص اتفقتوا على الزواج وهتروح تقدموا على الزواج، الشركة تقف في وشك على طول. ولو وقفت الشركة في وشك ممكن هي تفنشها وتقول لها يعني بالسلامة، وعلى رأي الأستاذ علي جلابية وشنطة خضار وتوكل على الله، يعني استمارة ستة وتوكل على الله تمام، وممكن تعمل لك مشاكل. فلازم تتوخى الحذر في الحكاية دي قوي تمام قبل ما تتعامل مع الفلبينية. لازم تعرف هل هي موقعة على الكلام ده ولا لا. لو ما كانتش موقعة اتس اوكي، يعني لو كانت موقعة ممكن تقدر تتجوزها هنا في الفلبين، لو انت خلاص يعني الموضوع قفل في دماغك وعايز تتجوز في الفلبين. طبعا احنا قلنا اتكلمنا على ان هو اللي بيتجوز من عن طريق، او اللي بيتعرف على واحدة من عن طريق العلاقات المباشرة تمام. نيجي بقى للي بيتجوز او عايز يخش ويتعرف على واحدة من عن طريق الفيسبوك او تشات او من اي برنامج من التواصل الاجتماعي. دي مصيبة، واكبر مصيبة، وبتحصل فيها مشاكل بالغباء. يعني هي مش مصيبة كبيرة قوي، يعني هي مصيبة مثلا بنسبة 60%. فالناس اللي بتخش من عن طريق الشات وبتتكلم في الشات والكلام دوت، رقم واحد غالبية الفلبينيين او الفلبينيات عامة بيتعاملوا مع برامج اديت على الفوتو، فبتبعت له صورتها هي بتكون مثلا عندها كسرة فوق حاجة و50 او الحاجة و40 تمام، وبعتها له الصورة، تيجي تبص عليها بنت 20 وانت متجوزة. لا مش متجوزة، I'm single تمام. يعني بتلاقي حاجات بقى ايه، I'm single I leave my husband 10 years، بتسمع حاجات بقى ايه، يعني انا سايبة جوزي بقى لي 10 سنين، انا مش متجوزة، انا مش عارف ايه. وبعد كده تمام بتحصل الصدمة لما الشخص بيجي هنا يلاقيها واحدة معدية 48 49 50 سنة، وكان كل ده عبارة عن إيديت. فعايز تعرف بقى الواحدة كويس تمام، افتح كاميرا لايف، وما تخليهاش تحط برامج إيديت، يعني ما تشتغلش، افتح كاميرا لايف على طول، كان واتساب او كان فيسبوك، تفتح كاميرا لايف عشان تشوفها على حقيقتها، ولازم يكون في إضاءة كويسة عشان تشوفها على حقيقتها. طبعا بيكون في كذب كبير جدا في حكاية الفيسبوك دوت، والغالبية بتطلب فلوس. الغالبية اللي بيكون بيتكلموا من عن طريق الفيسبوك بتكون بتطلب فلوس. ويمكن انت شفت الحلقة بتاعت البنت كانت بتتكلم عن اللي هي البنت اللي كنت اتكلمت معاها وعملت معاها لقاء، كانت بتتكلم ان غالبية العرب بيطلبوا حاجات جنسية، بس هي ما عرفتش تفرق ما بين طائفة معينة، ويعني مش العرب، هم مش عرب، الناس دي هي ما هي الا يعني ناس من الهنود والكلام دوت، هم اللي بيطلبوا الحاجات الجنسيه ديت. ويمكن حصلت مشاكل برضو كتير بسبب الموضوع دوت، ان فيهم بيطلب حاجات جنسيه وبعد كده بيهدد، يعني بيطلب منها مثلا صور جنسيه ليها اباحيه وبعد كده بيهددها تدفعي مش عارف ايه. طبعا هي غلبانه معاش حاجه تمام، فبيضطر التاني هو ايه يهددها، يوم منزل مقطع، فيعني بتحصل مشاكل كتير. في بتحصل في موضوع الفيسبوك ان ممكن تطلب منك فلوس تمام،
وتقول لك انا عندي عيلين ده عايز يخش المدرسه ده مش عارف ايه. طبعا ما تصدقهاش في كل الاحوال، لان في بيستغلوا الموضوع وبيستغلوا شغف العرب وشغف الزواج بفلبينيه في الموضوع دوت، فبيستغلوه. ابعت لي 2000 بيسو، ابعت لي 3000 بيسو، ابعت لي 5000 بيسو، تمام؟ وحضرتك بتبعت وهي متجوزه ومعاها عيلين، ويعني الفلوس رايحه لجوزها يعني، عشان هو بيشرب فهي الفلوس رايحه لجوزها. فلازم تاخد بالك من الموضوع ده ولازم تتاكد. يعني انت عايز تتاكد اكتر، تمام، اتصل باهلها قول لها انا عايز اشوف بابا، عايز اشوف ماما. بابا متوفي، تمام، اديني ماما. الماما متوفيه، اديني اختك. اختك متوفيه، اديني اخوك، اديني خالك، اديني عمك. وريني البيت، افتح البيت، شو وروني، وريني دورة المية، وريني غرفتك. المهم ان انت لازم تتأكد ان مفيش حد معاها في البيت، ده اهم شيء. ما تتأكدش يعني، تتأكد ان مفيش حد معاها في البيت. ودي مش برضو بعض الاحتياطات يعني، دي حاجات بسيطة عشان تعرف انت بتتعامل مع مين. ده بالنسبة للفيسبوك، وده يعني انا حاولت اختصر بقدر الامكان، لان موضوع الفيسبوك وموضوع الشات والانستجرام والواتساب والكلام دوت والبرامج اللي هو ميتنج بتاع الفيسبوك، الكلام ده بيعمل مشكلات رهيبة والله العظيم، بيعمل مشكلات غبية جدا. ناس بتيجي تنخدع وبيجي على اساس ان هي يعني، في من ضمن البنات تقول له I'm rich I have مش عارف ايه وعندي 2 لامبورجيني ركناهم هنا وفي واحده فراري ركناها مش عارف كذا. يجي اول ما يجي صاحبنا، طبعا هي بتعمل كده عشان تحسسه ان هو انا امريكي بقى، هي فاكره ان هو العربي ده امريكي، هي مش حاطه في دماغها ان هو عربي يعني، هي فاكره ان هو اي حد معاه شويه فلوس وخلاص. عربي بقى، مصري، سعودي، اماراتي، مغربي، اي حاجه ان شاء الله، حتى يكون مين. المهم ان هو معاه شويه فلوس، فهي تفضل تبجد في نفسها حاجه من الاثنين، في منهم طايفه يعني، في منهم طايفه، يا اما تمجد في نفسها قوي وانا عندي اللامبورجيني محطوطه وعندي الفيراري محطوطه ورايا، تمام، وادي مفتاح السياره اهو انا برميه، وتلاقيها قاعده في بيت تحفه، هو مش اساسا هو بيت عمها او بيت خالها وهي قاعده فيه، وتعيش لك في الفقر على الاخر. يا اما واحده تانية تعيش لك بقى في الفقر على الاخر وتجيب لك بقى ايه، في قاعدين بالجريد ومش عارف كذا، ويعني تعيش لك في دور ان هي خلاص يعني في مجاعه عندهم في البيت 3 4 ايام ومش هيلاقوا ياكلوا، في كده وفي كده. فانت بتتعامل لازم تتاكد من الشخص اللي انت بتتعامل معاه ده كويس جدا في كل شيء، وما تبعتش فلوس على طول، تمام، لان في ناس كان بتبعت بمبالغ بسم الله ما شاء الله، وبعد كده طلعوا في الاخر ان هم يعني ولا ليهم اي لازمه. طبعا احنا خلصنا موضوع ان التعامل من عن طريق الفيسبوك والتعامل من عن طريق انستغرام والكلام دوت والتعامل الدايركت. المصيبه الكبيره بقى اللي هي بتحصل فيها مشاكل فعليا فعليا فعليا، الا وهي التعامل مع العماله المنزليه اللي موجوده في الخدمه، ودي انا بحذر منها اي حد موجود على مستوى القناه بيتفرج على القناه او على مستوى الدول العربيه. انشروا الفيديو ده على قدر الامكان. ليه بقى؟ لاخواتنا الخليجيين، انا هتكلم بالنيابه عنه. سيدي الفاضل، حضرتك لما بتتعامل مع عامله منزليه في بيت واحد مثلا سعودي كويتي اماراتي، حضرتك بتتعامل مع اهل البيت. البنت اللي موجوده في بيت الكفيل العربي بلاش او الخليجي، تمام، دي من اهل البيت، دي من اهل البيت حضرتك. فمجرد انت تعرضك ليها او مساسك ليها او تعرضك جنسيا ليها او عشان هي غلبانة او هبلة او عبيطة وبتصدقك او بتتبعك او بتعمل اي حاجة، تمام، وانت كنت اخدها لتسلية او اخدها لاي هباب، تمام، دي واحدة موجودة في بيت، ودي تعتبر بالنسبة لحدينا احنا كعرب هي من عرضي وهي من بيتي. انا بتكلم كأني انا واحد من اهل الخليج، هي تعتبر واحدة موجودة في البيت عندي، أكلة شربة نايمة بتراعي في عيالي أو بتراعي مع زوجتي أو الكلام ده كله، فهي من أهل بيتي وحمايتها من حماية بيتي. فأنت لما تيجي حضرتك وتخش وتتعامل مع واحدة من دول، تمام، واحدة من الموجودين العاملات المنزلية في بيتي، أنا حكلك، أنا حسيبك، أنا هطلع البلا الأزرق على جتتك زي ما بيقولوا كده بنقولها على مصر،
انا مش هسيبك، هتعامل معاك بكل قذارة. ليه؟ لانك انت تعرضت على بيتي، وتعرضت على مش ممتلكاتي، تعرضت على عرضي. هي مجرد يا سيدي ما تخرج بره بيتي، تمام، مجرد ما تخرج بره البيت وبره البلد وما تكونش على اقامتي انا، وما تكونش على بيتي انا، وما تكونش على مسؤوليتي انا، اعمل اللي انت عايزه معاها. لكن طول ما هي في بيتي وتحت حمايتي وتحت ولايتي، تمام، ما تقربش ناحيتها. انا بوصل الكلام للناس اللي بيفضلوا يشيتوا او بيتكلموا مع واحده، تمام، ويعمل معاها علاقه على اساس ان هو جواز، وهربي من بيت الكفيل، وهربي مش عارف ايه، وده انا هتجوزك. الكلام ده انا شفته كتير. ده انا هتجوزك، ده انا هعمل معاكي، ده انا هسوي، ده انا ههبب، هطين، تمام. وفي الاخر خالص، تمام، وفي منهم بقى اللي بيعمل اللي افظع من كده، اللي هو بيروح لحد بيت الكفيل، ويعني سوري في الكلمه، بيمارس الجنس جوه بيت الكفيل، تمام. طب ده انت ما عندكش احترام، يعني انت ما عندكش، ده انت عندك قمه السفاله وقله الادب. انت منتظر انا كصاحب البيت اعمل فيك ايه؟ انت منتظر مني انا كصاحب البيت اعمل فيك ايه؟ هطبطب عليك؟ هسلم عليك؟ حتى لو كان انت اخد البنت دي وطالع بيها بره، دي برضو عندي واقامتها عندي واسمها عندي، وهي راعية بيتي. انت مستعد انا اعمل معاك ايه؟ هل انت متوقع ان انا يعني هطبطب عليك هسلم عليك؟ مستحيل طبعا، يعني مش هسلم عليك ولا هقول لك اهلا وسهلا ولا الكلام ده. فتوخى الحذر جدا من الموضوع دوت. عايز البنت اتعرفت عليها من عن طريق عاملة منزلية موجودة في بيت واحد من اخواتنا في الخليج، تمام، وعايز تجوزها، حاجة من الاثنين، يا اما اتكلم كفيلها دايركت، تمام، وانا عارف ان هو مش هيتوافق عليه الموضوع دوت، تمام، تكلمه دايركت وتقول له 1 2 3 وانا عايزها في الحلال يا ابن الحلال، فهو انا عارف ان هو مش هيتوافق. يا اما تنتظر لحد لما يخلص عقدها، تمام، وترجع على الفلبين وتيجي على الفلبين تتجوز، تمام. وكلمه ان انت تتجوز من خدامه او الكلام دوت، ده كلام فارغ، لان انا شفت ناس محترمين ومرات محترمه، ما الا ان بيحصل عندهم ظرف طارئ، خساره، الولد مثلا والدها جاله والعياذ بالله مثلا سرطان، تمام، ومش قادره تكلف على العلاج، فبتضطر تعمل كده، تمام. بتكون مثلا شغاله في شركه مثلا زي جيسانو، زي سيف مور، تمام، بيكون عندها مثلا مرتبه 15000 20000 يعني، وبعد كده بيجي مثلا والدها يجي له سرطان والعياذ بالله، تمام، فبيبقى عايز يصرف بقى كيماوي وبتاعه والكلام دوت، فهي ما بتقدرش توفي، فبتضطر ان هي توافق ان هي تشتغل في العماله المنزليه، تمام. ويمكن ناس كتير يعني عارفه الحوار دوت، فبتضطر بتكون مثلا انفصلت عن زوجها، وزوجها رماها، ومفيش اكل، مفيش مصاريف، مفيش الكلام دوت، بتكون مؤهل كويس جدا، تمام، بيكون رماها يعني، وبتضطر ان هي تدور على لقمه عيش، ما بتلاقيش، سنها كبر، يعني وصلت مثلا 30، هي كده بال 30 بالنسبه لهنا يعتبر سنها كبير، وصلت لل 30 بس سنها كبير مش للجواز، لا سنها كبير للعمل، فدي كده خلاص يعني، فبتضطر ان هي تشتغل في العمالة المنزلية عشان تقدر توفي عيالها. فيعني دي معلومة وحبيت ان انا اوصلها. اخر حاجة واللي انا عايز اتكلم عليها، الناس اللي بتيجي هنا بقى، ومعلش انا هطول في الفيديو طويل شوية، الناس اللي بتيجي هنا وتتجوز، تمام، ويروح المسجد الذهبي، ويروح المسجد الفضي، والمسجد الوردي، والمسجد الازرق، وقابل الشيخ وبتاع مش عارف ايه، ويا امامنا ويا حجنا ويا بتاع، وفي الاخر خالص يعني بيحصل فيها عمليات نصب واحتيال وتثبيت ناس، وطلع 50000 وطلع 100000 وطلع 150000. اذا ما كنتش عارف الشخص قبل ما تيجي حضرتك، اذا ما كنتش عارف البنت قبل ما تيجي، ما تديش. ولو كنت هتيجي على واحد ان يجوزك، ما تديش. واحد يجوزك ويوفق راسين في الحلال، ما تديش، لان انت ما تعرفش طباعها يا ابن الحلال، انت ما تعرفش طباعها، تعرفش من انهي بيت، ما تعرفش من اي حاجه. لا اصل انا هتجوزها مسلمه. ما يا حبيب قلبي انا قلت قبل كده، انت بتتجوز الثقافه الفلبينيه، ما بتتجوزش واحده مسلمه، انت بتتجوز الثقافه الفلبينيه، تختلف الثقافه الفلبينيه عن الدول العربيه. انا مستعد ان انا كعربي اتجوز واحده من العراق، اتجوز واحده من الاردن، اتجوز واحده من لبنان، اتجوز واحده من السعوديه، اتجوز واحده من الكويت، اتجوز واحده من المغرب، تمام. ليه؟ احنا طباعنا وعلاقاتنا في بعضنا شبه بعض، فحتى
بتختلف في حاجات بسيطة، تمام، دول بياكلوا بالمعلقة، دول بياكلوا بإيديهم، لا دول بياكلوا مش عارف كذا، دول لما بيجوا يخشوا الحمام مثلا بيعملوا كذا، لا ده لما بيجي يقعد في البيت بيعمل كذا. دي اختلاف عادات بسيطة واختلاف في اللهجات. لكن ان انت تتجوز واحدة في دولة تانية، انت بتتجوز الثقافة ذات نفسها. فما انصحش بحد ان هو يجي ويكون متعشم على ان واحد يجوزه وخلاص، تمام، وبدفع لك 100,000 وبدفع لك 150,000 و200,000 والكلام الفارغ دوت، وبعد كده بيحصل الصدمة بعد سنة سنة ونص ويحصل طلاق، وبعد كده يكون في عيل وتترفع بقى، ترفع قضية على مش عارف ايه، ويا اما تطرده ويا اما تعمل له تفنيش من الاميجريشن، ويعني ومعارك يعني حوارات. واخر حاجة حبيت اقولها واقولها كنصيحة، تمام، ما تدورش على واحدة، يعني انا عايز اوصلها بحاجة ابسط مما يمكن، لان هي كلمة قبيحة. ما تشوفش واحدة يكون ليها علاقات كتير قبلك، يعني ليها 5-6 علاقات 10 علاقات وتروح تتجوز. ما يكونش ليها 5-6 علاقات open mind وتروح تتجوز. ليه؟ لان حضرتها لما تيجي هنا في الفلبين مش هتبقى open mind، ده هتبقى 3 open mind مع بعض. فهمتني؟ فده نصيحة، ويعني ارجوكم توخوا الحذر من الحكايه دي قوي 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 قوي. ما تكونش واحده تكون اوبن مايند على الاخر وهي قاعده في دوله عربيه، تكون مع 3-4 قبلك وتيجي تقول انا عايز اتجوزها، لان دي لما تيجي الفلبين هتبقى اوبن مايند على الاخر خالص، يعني مفتوحه على الاخر. اذا كانت في دوله عربيه ويكون في ضوابط والكلام ده كله، في يعني في ماسكه شويه واوبن مايند على 3-4، ما بالك لما تيجي هنا الفلبين هتعمل ايه بقى؟ هترجع الفلبين هتعمل ايه؟ هتبقى مو اوبن مايند على الاخر، يعني ده الموضوع مسخره يعني. فيا رب اكون افدتكم بشيء، ويا ريت تزورونا على موقعنا الفلبين بالعربي، وعلى فيسبوك وانستجرام وتويتر والجديد سناب شات، وعلى منصتنا الجديده ايون اونلاين. ويا ريت تعملوا لنا سبسكرايب لايك وشير وتدعمونا في القناه، وشاكر لكم المشاهده وان انتم وصلتوا لحد دلوقتي في الفيديو، ويا رب تكونوا استمتعتم. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.